التحية متجددة واللقاء يستمر بكم في هذه الأمسية التراثية الكبيرة التي تأتي بانطلاقات سن الحقائق في الفترة المسائية التي جمعت ما بين هذه الشعارات الكبيرة والعملاقة لينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا التاسع الذي انطلق قبل قليل حاملا منافسات الإبكار. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين لنبدأ ونسير أيضا في طريقنا باحثين عن المراكز المتقدمة لأيضا ناتي بالإذاعة أيضا هناك والنداء للمراكز العشرة الأولى. أبدأ وأسير مع العنود اللي تتقدم بالمركز الأول، يتقدم أيضا هذه هي العنود التي تسير على المركز الأول. عبد الله بن مطر بن عميرة الشامسيات على صدارتي هذا الشوط، بينما عسيلة اللي على المركز الثاني، خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري انتقل وتحول الى المركز الثالث. من اجد على المركز الثالث؟ من اجد الواصلة صبا القادمة، صبا المتحركة بشعار خالد بن حمد بن سالم الاكتبي، القادم بالاداء القادم بالانطلاق. اتحول الى المركز الرابع، الوصول هناك القدوم والتحدي المتميز هناك بلاداء الكبير. أرى وصول ندى 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 تدخل في دائرة الندى وتتحرك في هذه اللحظات لسلطان بن راشد بن ناصر الدرعي القادم بلاداء الجميلة. هناك ولاداء الكبير، ولكن أعود إلى المركز الأول. هناك مع المقدمة الأولى أجد ندى 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 اللي غيرت اللي سارت على الصدارة بشعار سلطان بن راشد بن ناصر الدرعي، يسير إلى المركز الأول. بن عميرة بالمركز الثاني مقدما للعنود، العنود العنود عبد الله بن مطر بن حمد بن عميرة الشامسي. أتحول أنتقل إلى المركز الثالث وأرى القدوم والانطلاق المثير الذي بدأ على المركز الثاني في هذه اللحظات. هذه هي القادمة، سيوف لسيف بن ضاحي بن سيف الرميثي، القدوم الآخر يبدأ مع انطلاقة أيضا جدوى القادمة في هذه اللحظات لسالم بن صالح بن طرشوم العامري. اشتدت المنافسة يا جماعة، اشتدت وأرى سيل جارف، أرى سيل جارف، أرى هجوم، أرى انطلاق على المركز الرابع من بلشة لحمد بن علي بن جابر البناء المري، يتقدم على المركز الرابع. أما المركز الخامس فهي العنود لسعيد بن حمد بن علي المري القادم بالعنود، القادم بالعنود. الله، 800 متر الأخيرة المتبقية، لكن ندى لكن ندى ترقص ترقص على النداء، على نداء الجماهير، على نداء مضمرها ومالكها. الله، المركز الأول إذا الندى كما ذكرناها بشعار سلطان بن راشد بن ناصر الدرعي، ولكن القدوم القدوم التحرك من بلجة لحمد بن علي بن جابر المري، القدوم هناك رفحة القادم هناك نهيان بن حمد بن نهيان العامري، وصل راعي شواهين، وصل راعي شواهين هنا قادما بالأداء قادما بالتحرك. رفحة التي تسير المركز الثاني، المركز الثاني الخفيفة مبارك بن مطر بن عبد الله الشامسي، ولكن أبناء الجبيب أبناء الهير أبناء الهير يصير
يسيطرون على المركز الأول. تهانينا لمالك رفحة نهيان بن حمد بن هيان العامري، تهانينا لك والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت هناك الخفيفة مبارك بن مطر بن عبد الله الشامسي. المركز الثالث هناك كان الشعار البنا اللي حصل على المركز الثالث وقدم الأداء الكبير مع بلشة حمد بن علي بن جابر البناء المري المركز. ولكن قبل نذكر أيضا المركز الرابع، نعود بالتوقيت الزمني 5 دقائق. إذن 5 دقائق 53 ثانية بالوفاء والتمام. إذن توقيت المركز الأول، رفحة هي من فازت بالمركز الأول. تهانينا لنهيان بن حمد بن هيان العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 5 دقائق 53 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. كانت هناك خفيفة لمبارك بن مطر بن عبد الله بن عمر الشامسي هو من حصل على المركز الثاني. المركز الثالث والتوقيت الزمني 5 دقائق 55 ثانية بالوفاء والتمام. هناك مع بلشة اللي على المركز الثالث كانت حاضرة بشعار حمد بن علي بن جابر البناء المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.